السلام عليكم طلاب، عندنا بصفحة 14 عندنا هذا الإكزامبل. Let two items be chosen at random from a lot containing 12 items of which 4 are defective. سحبنا قطعتين، أي وحدتين، أي شيء، أي اثنين، يعني أي مادتين سحبناها at random بشكل عشوائي from a lot من عينة، من مقدار، من عينة، من سلة، صندوق. From a lot containing هذا الـ يعني الكم أو الكم متكون من 12 قطعة of which 4 are defective، 4 من عندهم تكون تالفة. non-defective يعني غير تالفة. لاحظوا إذا كانت 4 تالفة إيش قد بقى من 12؟ إيش قد يبقى من 12؟ يبقى 8. فإذا يحتوي هذا الكوم، هذا الألوت يحتوي على 4 ديفكتيف، وإيش قد يكون النون ديفكتيف؟ وثمانية نون ديفكتيف. ما احتمال الآن، ما احتمال الأي، حيث أن الأي هي أنه both items are defective، اثنين آتهم اللي سحبناهم يطلعون ديفكتيف، أو بي both items are non defective، اثنين آتهم صالحات للعمل، سي at least one item is defective، على الأقل واحدة تكون defective، و E at least one item is non-defective. Find probability A, probability B, probability C and probability E. قبل ما نسوي أي شيء طلاب، ضروري تثبت يمك قانون التوافق، قانون السحب، السحب العشوائي. ليش؟ لأن إذا أسحب two items من أصل 12، فهنا طالما سحب فأرجع على قانون السحب، قانون الاختيار العشوائي اللي هو من هو قانون التوافق. ليش؟ حيمثل لي عدد عناصر أوميجا. ليش نحتاج على عناصر أوميجا؟ احتمال الـ A شو راح يكون؟ عدد عناصر A على عدد عناصر أوميجا. احتمال الـ B شو يكون؟ عدد عناصر الـ B على عدد عناصر الأوميجا. احتمال الـ C عدد عناصر الـ C على عدد عناصر الأوميجا، وهكذا. لذلك أول شيء تسوي أنت تحسب عدد عناصر الأوميجا. شلون تحسبها؟ باستخدام طريقة التوافق. تجي تطبق قانون التوافق، تسحب التو آيتمز، اثنين من أصل شقد؟ من أصل 12. طبق قانون التوافق، 12 فاكتوريال على 2 فاكتوريال، 12 ناقص 2 فاكتوريال راح يطلع لك 66. واضح؟ راح أسويها بورقة خاصة وأدز لكم إياها على جوجل كلاس روم، شلون نحسب التوافق. اتفقنا؟ نكمل. إذن طرق سحب 2 من 12 هي 66. هاي 12 66 طريقة تمثل طرق السحب. إذن هاي هي عناصر أوميجا. زين، يبقى شلون أحسب عدد عناصر الـ A؟ بما أنه السحب مال A both items are defective، اثنين آتهم، اثنين راح أخذهم من الأربعة، اثنين راح أخذهم من الأربعة، فإذن عدد عناصر A راح يكون 2 من أصل 4، حسبناها طلعت لنا 6. حتى على مود احسب احتمال الـ A لازم شو نطبق؟ نطبق احتمال A مأخوذ عدد عناصر الـ A على عدد عناصر الأوميجا. عدد عناصر الـ A اللي هي 2 من 4، 2 الاثنين both items are defective، لا تنسون الـ A both يعني اثنيناتهم، اثنيناتهم بدنا ناخذهم من defective، اثنيناتهم بدنا ناخذهم من الأربعة، على 2 من الكل، 2 من 12 يعني 6 على 66، 1 على 11. عدد عناصر البي شلون احسبها؟ راح يكون ماخوذ 2 من 8. ليش؟ لان البوث ار نون ديفكتيف، فاثنيناتهم صالحات للعمل، الصالحات للعمل عددهم 8، لذلك راح يكون 2 من 8، والاوميجا ثابته 2 من 12، فراح يكون احتمال البي عدد عناصر البي على عدد عناصر الاوميجا، يعني 28 على 66، اختصر 14 على 33. زين، المعنى يقول لك انه السي هي الكومبلمنت للبي. السي هي الكومبلمنت لانه يقول لك شنو؟ على الاقل واحد من عندهم ديفكتيف. اذا بوث معناها كليهما شنو الكومبلمنت مالتها؟ انه على الاقل واحد من عندهم. فطبق قانون الكومبلمنت، probability b complement يساوي 1 ناقص probability b، يعني 1 ناقص 28 على 66. طبعا ممكن طريقة ثانية اشرح لكم اياها بورقة منفصلة، الطريقة الثانية.
بنفس الطريقة الـ E هي الـ complement لـ A، واحتمال الـ complement راح يكون واحد ناقص احتمال الأصلية، يعني واحد ناقص الواحد على 11 10 على 11، وبذلك ينتهي المثال.